تعالوا مع بعض زي ما تعودنا نشوف تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً ونرجع مرة تانية. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتجارب الذاتية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون، ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري. يحتل المركز الثاني كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ويحكي الكاتب عن كواليس كتاباته وعن كيفية تطوير منهجه على مدار السنين. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، فجاءت رواية جثتان والثالثة عند قدمي للكاتبة نهى داوود في المركز الثالث، وتدور أحداثها حول جرائم قتل متتالية في إطار تشويقي. يأتي في المركز الرابع كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث الكاتب في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً بكتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها.